أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما التحليل بي الوحدة السابعة المحافظة على الموارد المائية من التلوث. ونواصل التسجيل لشرح محتويات هذه الوحدة، تأثير جودة الماء على الصحة. وهنا ثلاث نقاط، منها معايير جودة الماء والصحة وأسباب تدهور جودة الماء، وسوف نتناولها بالتفصيل في هذا المقطع هذه الثلاث نقاط. أولا، معايير جودة الماء يمكن تصنيفها إلى معايير فيزيائية وكيميائية وأحيائية، يعني ثلاثة معايير. المعايير الفيزيائية هي درجة حرارة الماء ودرجة العكارة وكمية الجزيئات الصلبة الموجودة فيه وتلوينه ورائحته وطعمه. إذا هذه المواصفات الفيزيائية. المواصفات الكيميائية، المعايير الكيميائية كمية الأكسجين في الماء وتوازن المواد المغذية المذابة فيه وكمية المواد العضوية والأملاح المعدنية والمواد السامة الموجودة فيه، وهذه هي تعتبر المعايير الكيميائية. إذا المعايير البيولوجية تتعلق بنوع وكثافة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الماء. الماء والصحة. يتسبب الماء الملوث في العديد من الآفات والأمراض التي تنتشر بالخصوص في المناطق التي يقل الماء فيها أو التي لا يستعمل سكانها الماء المعالج. يعني أهم حاجة معالجة الماء. إذا الماء لم يكن معالج فيسبب في بعض الأمراض. يعاني ما يناهز 2.3 مليار نسمة من الأمراض الناتجة من استعمال ماء غير نقي. 2.3. إذا لاحظنا إنه سكان العالم حوالي 6 مليار، إذن ثلث سكان العالم يعانون من أمراض يعني ناتجة من استعمال ماء غير نقي، وهذا شيء خطير جدا. يجب أن ننتبه إلى الاهتمام بالماء والمحافظة عليه وعدم تلويثه. تتسبب هذه الأمراض في 5 ملايين وفاة كل سنة، 5 ملايين وفاة كل سنة، وخصوصا بين الأطفال والصغار اللي هم أكثر تأثرا بتلوث الماء. تبلغ نسبة الأطفال الذين يموتون في كل سنة نتيجة الأمراض المعدية والطفيلية المرتبطة بالماء 60% من مجموع الحالات. يعني 60% من مجموع الحالات الموت في وسط الأطفال أو في وسط الأطفال إذن يكون سببها الماء الملوث. في سنة 2001 مثلا غضى الإسهال على 2 مليون شخص، 2 مليون شخص منهم 1.3 مليون طفل، وهذا شيء سيء جدا. إنه يجب الاهتمام بنظافة الماء وعدم تلويثه أو تدنيسه. أسباب تدهور جودة صحة الماء ما هي؟ النمو الديموغرافي والتوسع العمراني والتطور الصناعي. يعني النمو الديموغرافي والتوسع العمراني والتطور الاقتصادي كلها عناصر ساهمت بشكل ملموس في زيادة الضغط على موارد المياه واستهلاكها بشكل عشوائي. تؤدي مختلف هذه الأنشطة إلى اختلال في المجالات والموارد المائية وتؤثر على جودة وكمية مخزون المياه. يعني لما يكون في هناك استهلاك كبير في اختلال في جودتها واستهلاكها وتكون أقل. كما أن طرح مياه الصرف المنزلي والزراعي والصناعي، وقلنا هي هذه المنازل والزراعة والصناعة كلها مصادر لتلوث الماء. وكذا الاستخدام المكثف غير صحيح للمبيدات والمخصبات يؤدي إلى تدنيس المجاري المائية مثل الأنهار والبحيرات. يعني إذا طرحت المياه العادمة المنزلية الزراعية والصناعية في مجاري الماء قبل أن تعالج يؤدي إلى تدنيس المياه.